الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. معاشر الأحبة، ولازلنا مع سلسلة الدروس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وموعدنا في هذا اليوم مع الدرس 21، وهو يتعلق بالمرحلة الزمنية ما بين صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة وما بين فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. تضمنت هاتين السنتين أحداثاً عظاماً ومهمةً في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي في درس هذا اليوم أن أتحدث عن بعض غزواته صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة، وفي الدرس القادم سيكون الحديث عن حدث مهم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر هذا الحدث بنفسه، ولكنه مهم ومما يدل على أهميته أن الإمام البخاري رحمه الله رواه في صحيحه مفصلا. فأترك هذا الحدث المشار إليه إلى الدرس القادم، وأبدأ هذا اليوم بغزوة خيبر، وهي غزوة منسوبة ل هذا البلد المعروف بهذا الاسم إلى الآن. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية وفي بداية السنة التي تليها وتحديدا في المحرم من السنة 7، وبعد أن أمن نفسه وأصحابه من قريش ومن يلف لفها من المشركين من مشرك العرب، تفرغ صلى الله عليه وسلم لبعض أعدائه الذين ربما أشغلته قريش عنهم، وخصوصا هؤلاء اليهود الذين طال مكرهم وقوي شرهم وكيدهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرجهم من المدينة أخرج بنو قينقاع وبنو النضير، خرج جزء منهم واستقر في خيبر، وهي تبعد الآن عن المدينة ما يزيد على 100 كيلو تقريبا. فخرج إليهم، وذكر بعض العلماء أن ذلك في 6 أو في آخر 6، ولكن الراجح أن هذه الغزوة في بداية 7. وكانت خيبر عبارة عن مجموعة من الحصون، ولا تزال بهذه الصورة إلى يومنا هذا. وأهم هذه الحصون 7 أو 8 حصون، وتنقسم إلى شطرين، شطر فيه 5 حصون وشطر فيه 3 حصون. ففي الشطر الأول حصن ناعم، وهو حصن فارسهم مرحب الذي سيأتي مبارزة علي رضي الله عنه له.
وهناك حصن الصعب بن معاذ وقلعة الزبير وأبي والنزار، وفي الشطر الثاني قلعة الحصون، وفي الشطر الثاني قلعة القموس والوطيح والسلالم، وهناك حصون صغيرة، ولكن أهم الحصون هذه الحصون الثمانية. فبيتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح عليهم، وفي صبيحة ذلك اليوم ظهرت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وفضيلة من فضائل علي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعركة: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فاستشرفت نفوس الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الفضل العظيم ولهذه المنزلة السامية. فلما أصبح وكلهم يتطلع أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنحه هذه الكرامة، قال: أين علي؟ قالوا: إنه اشتكى عينيه بها رمد. قال: ايتوني به. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتفل في عينيه فبرئت كأن لم يكن بها وجع، وأعطاه الراية وقال: امضي على رسلك وادعهم إلى الإسلام ثلاثا، فوالله لأن يهدي الله على يدك رجلا خير لك من حمر النعم. ففعل علي رضي الله عنه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه فصبحهم مع شروق الشمس، وقد خرجوا من حصونهم يريدون العمل في مزارعهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا الجيش العظيم الذي يزيد على 1000 مقاتل، قالوا: محمد والجيش، محمد والخميس. ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم ودخلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفعلا حاصرهم علي رضي الله عنه حصنا حصنا، وفي الحصن الأول نزل إليه مرحب، وهذا كان فارس شجاع، فقال: من يبارز؟ فبرز له أحد الصحابة وهو عامر بن الأكوع رضي الله عنه، فقتله مرحب، ثم برز له علي رضي الله عنه. وكان مرحب يرتجز بأبيات يفتخر فيها بشجاعته ويقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب كليث غابات، أو فارتجز علي رضي الله عنه بقوله: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. وضربه على رأسه بالسيف حتى قتله رضي الله عنه، حتى يقال في بعض الروايات أن مرحب ضرب الترس الذي كان يتترس به علي رضي الله عنه فسقط من قوة الضربة الترس، فالتفت إلى باب من أبواب حصنهم فأمسكه علي رضي الله عنه وخلعه من الحصن وتترس به حتى قتل مرحب، وفتح الله على المسلمين وغنموا منها أموالا عظيمة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يعملون في مزارعهم على أن لهم النصف، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى فدك، وهي مدينة قريبة من خيبر،
فلما علموا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر سلموا له من دون قتال واستسلموا، فكانت أموالهم وخيراتهم من الفيء الذي أفاء الله على رسوله من دون قتال، والفيء يذهب إلى بيت المال كاملا. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى وبه أيضا جماعة من اليهود، فقيل إنه حصل بينه وبينهم قتال إلا أنه فتحها. ولما علم أهل تيماء بما حصل لأهل وادي القرى وفدك وخيبر أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصالحونه، وكان فيها أيضا جماعة من اليهود. وفي السنة التي تليها أو في هذه السنة كانت عمرة القضاء التي صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيها قريشا في العام السابق حينما منعوه من دخول مكة وصالحهم صلح الحديبية المعروف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العام السابع وفي ذي القعدة منه يقضي العمرة التي أحصر عنها في العام الماضي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا سلاح الراكب حسب الاتفاق مع قريش بنفس الرجال الذين كانوا معه في العام الماضي، وكان من الاتفاق أن قريشا تخلي له الحرم، فقاموا بإخلاء مكة كلها وصعدوا إلى الجبلين وقالوا فيما بينهم يأتونكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب. وكانت يثرب الذي صارت تسمى المدينة فيها حمى قل من جاءها من غير أهلها إلا أصيب بها، وقد أصيب بها الصحابة رضوان الله عليهم أول ما هاجروا منهم أبو بكر وبلال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقل هذه الحمى إلى الجحفة فنقلها، فسلم الناس من أذاها ومن إصابتهم بها. أخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كانوا يتكلمون به أن الحمى قد وهنت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاضطبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخرج كتفه الأيمن الذي سيكون بارزا عند الطواف لقريش الذين كانوا صعدوا في الجبلين المحيطين بالحرم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صعدوا إلى جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا أن يسرعوا في المشي في الأشواط الثلاثة حتى يروا المشركين قوتهم ونشاطهم حتى يزيدهم كمدا. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم عمرته ومكث فيها 3 أيام، وفي اليوم الثالث بعثت قريش عليا رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ليخرج كما عاهدنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بأصحابه إلى المدينة. وبهذا أنتهي وإياكم من درسي هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا في أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المهتدين بهديه، وأن يسلك بنا سبيله وسبيل المؤمنين، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.